المخزوم والفارس محمد كمعان سعيد الخيارين واي جي اس برزان صالح سالم علي المري كل التوفيق ان شاء الله. انطلاقه جميله وقويه وصدر لملزوم من الجهه الخارجيه ومحمد كمعان سعيد الخيارين ملزوم في صداره اي جي اس برزان في محاوله للحق وصالح سالم علي المري ولكن ملزوم في الصدارة ويذهب إلى النهائي ملزوم ومحمد كمعان سعيد الخيارين. انطلاقة جميلة وقوية للفريق الثاني بركان الزعيم ومحاولة لإج إس نجد والفارس محمد فهد راشد الخيارين وبركان الزعيم والفارس عبد الرحمن عبد الله فالح الهاجري بركان أم نجد وبركان دخول جميل وقوي بركان الزعيم والفارس عبد الرحمن عبد الله فالح الهاجري يتقابل مع الجواد ملزوم والفارس محمد كمعان سعيد الخيارين. أما المركز الثالث والرابع سيتواجه إج إس برزان وصالح سالم علي المري والجواد إج إس نجد والفارس محمد فهد راشد الخيارين.